بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، السادة الحكام جميعا من الأكاديميين والباحثين والمهتمين من الجامعات الأجنبية والعربية والعراقية، وبخاصة ضيوفنا الكرام من المملكة المغربية العزيزة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. نلتقي وإياكم عبر منصة كلية الآداب الدولية، منصة كلية الإبداع والجمال في جامعة المستنصرية. ويسعدنا اليوم أن نبدأ محاضرتنا بنشيد كلية الآداب، كلية الإبداع والجمال. شمس العلوم وبهجة الألباب، قلم البليغ وحبر كل كتاب، كلية حرف الفنون والتحاب، للعلم والإبداع أعظمها، ارفع جبينا، ارفع جبينا، ارفع جبينا، أنت في الآداب. استماعكم. كان هذا نشيد كلية الآداب، كلية الإبداع والجمال. سيداتي وسادتي الحضور، نرحب بكم أجمل ترحيب مجددا، ونرحب أيضا أجمل ترحيب بعلم من أعلام السيميو لسانيات، الأستاذ الرائع المبدع فكرا وثقافة، الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي، وهو من المملكة المغربية العزيزة، والذي يسعدنا في هذه الأمسية الجميلة بتقديم محاضرته الفكرية الثقافية الدلالة والمعنى، بحث في منطلقات الفهم ومآلاته. أمسية لسانية دلالية فكرية ثقافية مميزة نتمناها لكم في منصتنا، منصة كلية الآداب الدولية. أعزائي الحضور الكرام، الآن أتلو عليكم السيرة العلمية الفكرية للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي. الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي تخصصه سيميو لسانيات، أستاذ في جامعة قطر بكلية الآداب والعلوم قسم اللغة العربية، أستاذ التعليم العالي في جامعة مولاي إسماعيل في المغرب، حاصل على شهادة التأهيل الجامعي في اللسانيات وشهادة الدكتوراه في السيميو لسانيات التطبيقية. نشرت له مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث في اللسانيات والسيميائيات. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية. تقلد العديد من المهام الإدارية والأكاديمية والعلمية. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع البحثية. شارك في العديد من اللجان العلمية والاستشارية لعدد من الملتقيات والمجلات
والهيئات الأكاديمية. سيرة علمية طيبة وموجزة، ونتمنى للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيل العلوي كل التوفيق. الآن يسعدنا أن نستمع إلى كلمة رائد المنصة السيد عميد كلية الآداب بالجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، فليتفضل. شكراً دكتور وسام. أيها الأحبة، أيها الكرام، الأساتذة، الزملاء من العلماء والمفكرين والأكاديميين، الضيوف الكرام من الجامعات العربية، من جامعات العراقية، من جامعات الإقليم، من أساتذة الجامعة المستنصرية، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، وأسعد الله مساءكم بكل محبة وبكل خير. وأهلاً وسهلاً بكم، ونحن نلتقي اليوم في أمسية ثقافية معرفية، ولا شك عندما نستضيف الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي من المغرب الحبيبة ليقدم المحاضرة الموسومة بالدلالة والمعنى، بحث في منطلقات الفهم ومآلاته. نتمنى لكم جميعا أمسية ثقافية ملؤها الإفادة مما يقدم الأستاذ الدكتور عبد السلام، ونرحب به وبكم مرة أخرى، وندعوه بكل محبة واحترام وتقدير ليتفضل لتقديم محاضرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر خدمته القيمة ورعايته الكريمة. يتفضل الآن الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي ليقدم محاضرته الفكرية اللسانية الدلالية الثقافية، الدلالة والمعنى، بحث في منطلقات الفهم ومآلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. في البداية السلام عليكم ورحمة الله جميعا. شكرا لكم لكلية الآداب بالجامعة المستنصرية، شكرا للسيد العميد وللأستاذ الدكتور وسام البكري على هذه الدعوة العلمية والاستضافة الكريمة. أنا سعيد جداً لمثولي بينكم وللحديث إليكم في هذه الأمسية العلمية المباركة، وسعيد أيضاً لأنني اخترت أن أتحدث إليكم في موضوع أشتغل عليه كمشروع لم يكتمل بعد، وأنتظر أن أكمله بنقاشاتكم وملاحظاتكم. هذا المشروع بدأته منذ 3 سنوات، هذا الموضوع بالضبط وهذه الجزئية منه بالضبط سبق أن عرضتها في محاضرة في مؤتمر دولي بتونس، وقد خضعت لنقاش وقد حينتها بناء على ما تم التوصل إليه حينها لعرضها بين أيديكم اليوم، وأنا مستعد أيضاً لتحيينها وتطويرها. طبعاً إن السياقات العلمية في أصلها السياقات العلمية والأكاديمية، سياقات لقاء الباحثين، ليست لعرض الحقائق والاعتقاد بها، وإنما هي لطرح دعاوى علمية أو تصورات نظرية من أجل نقاشها والتدافع حولها، من أجل تطويرها ومن أجل تثبيتها إذا أمكن. إذا مداخلتي كما تفضلتم موضوعها الدلالة والمعنى، بحث في منطلقات الفهم ومآلاته. عندي إشكالية، ماذا نفهم؟ دلالات أم معاني؟ ثم ما المراد بالفهم؟ ما هي منطلقاته؟ وما هي مآلاته؟ هذه إشكالية التي أخوض فيها.
إذن على بركة الله يقول إن هدفي من هذه الكلمة هو أن أحاجز لأجل دعوة معرفية مفادها أن المعاني تفارق الدلالات وتختلف عنها. هدفنا بالأساس هو الإسهام في دفع الالتباس المفهومي الحاصل بين كيانين معرفيين يختلفان عن بعضهما اختلاف الثابت عن المتحول واختلاف المفرد عن المتعدد. إن الدلالة تختلف عن المعنى اختلاف النموذج العام والمشترك عن الحالة الخاصة. هناك فرق بين نموذج وبين حالة، النموذج مفارق والحالة بين أيدينا. إن الدلالة تختلف عن المعنى قلت اختلاف النموذج العام والمشترك عن الحالة الخاصة. إن الأمر هنا يتعلق بكيانين معرفيين، أولهما نسقي الذي هو الدلالة، والثاني إجرائي الذي هو المعنى، وشتانا طبعا بين المعطيات النسقية والأخرى الإجرائية. إن دعوة مفارقة المعاني للدلالات لا تعني أن الدلالات تنفصل أو تستقل عن المعاني، فكما أنه لا استقلال للنسق عن تحققاته الإجرائية، كيفما كان النسق فإنه لا يستقل عن تحققاته الإجرائية لأنه لا يتجلى إلا من خلالها، ولأنها لا تتحقق إلا على هديه وبموجبه. فكذلك ولاعتبار نفسه لا استقلال للمعاني باعتبارها معطيات إجرائية عن الدلالات باعتبارها معطيات نسقية. إن بينهما علاقة جدلية تكاملية، فلا المعاني تلغي الدلالات ولا الدلالات تغني عن المعاني. إن الدلالة في خطاب ما تمثل مقدمات للتدليل والاستدلال من أجل المعاني. سنصل إلى المعنى ولكن منطلقنا إليه هو الدلالة. إن المعاني في خطاب ما تمثل التصريفات أو التنويعات الإجرائية للمضمون النسقي، أي للمضمون الدلالي الدلالة. إن المعنى تصريف نسقي للدلالة، الدلالة ليست نسقية، الدلالة ليست سياقية، الدلالة نسقية. المعنى هو المرتبط بالسياق، ما بين أيدينا إذا فهمنا مجرد معاني وليس الدلالات. بل هذا باختصار، وهذه باختصار هي الدعوة التي أريد أن أحاجج لأجلها في هذه الكلمة، وذلك طبعا من منظور سيميولساني بحكم تخصصي طبعا، لأنه يمكن أن يختلف معنا غيرنا في تخصصات مختلفة. قلت هذه دعوة أحاجج لأجلها، بمعنى أنها ليست الحقيقة المطلقة، ليس ما ينبغي أن يكون وفقط، بل ما يمكن أن نناقش لأجله كي يكون أو كي يثبت. إذن تشكل الدلالة مع المعنى ثنائية معرفية ملتبسة الحدود، لا نعرف ما هي حدودها، ينبغي أن نفصل بينهما أولا. قلت هذه الحدود غير واضحة لدرجة أن هناك من يستعمل لفظين على حد الترادف، إذا كان في لغة عامة فلا مشكل، ولكن إذا تعلق الأمر بلغة خاصة فينبغي أن نعرف ما نقول، ماذا نريد حين نتكلم إذا قلنا دلالة أو قلنا معنى. أقول سيميولسانيا أو لسانيا وسيميائيا الأمر مختلف، ليست الدلالة هي المعنى وليس المعنى هو الدلالة. الحاصل أنهما عند المتخصصين قلت يمثلان مصطلحين مختلفين لمفهومين مختلفين، ليس المصطلح هو المختلف بل المفهوم أيضا مختلف. إذن مصطلحين مختلفين لمفهومين مختلفين، وينبغي أن يؤخذ بهذا الاعتبار درءا لكل خلط أو التباس في مجال تخصصي. معلوم أن من عيوب الاصطلاح وإقامة هذا بشكل عام إقامة المصطلح على المشترك اللفظي أو الترادف، ومعلوم أن الأكفى في الاصطلاح هو ما تعددت معه المصطلحات لتعدد المفاهيم. يعني إذا كنت تعلق الأمر بمجال اصطلاحي نحاول أن نتفادى الترادف والاشتراك، وإذا تعدد المصطلح ينبغي أن تتعدد معه المعاني. هذه ليست لغة عامة، ممكن ذلك في اللغة العامة، ولكن في اللغة الخاصة يندفع ذلك أو لا ينبغي أن يكون، نحاول تفاديه ما أمكن.
لكن الذي يمكن قبوله في الإصطلاح بالاشتراك والترادف بشرط أن تكون المفاهيم متعددة للمصطلح الواحد داخلة تحت مقولة جنس واحد، بحيث يمكن عند قيام الحاجة إلى تمييز بعضها عن بعض لما ننتقل من العام إلى الخاص يمكن النظر إليها كأنواع خاصة تحت جنس عام، ويمكن تخصيصها أي المصطلحات الفرعية يمكن تخصيصها هنا بصفة أو نسبة أو إضافة أو غيره. فالعلم مثلا مصطلح عام يمثل جنسا وتحته أنواع هي العلوم كلها، ويخصص كل من هذه العلوم بمصطلح نوع عن المصطلح الجنس الذي هو العلم. فنجد مثلا العلم الدقيق، العلم الطبيعي، علم الفلك وغيرها. فانطلقنا من العام الخاص، من هذا وارد هذا ممكن، ولكن العلاقة التي عندنا هنا بين الدلالة والمعنى مختلفة. العلاقة التي بين الدلالة والمعنى ليست علاقة بين نوع لجنس واحد لجنس واحد حتى يمكن أن نعامله معاملة الاصطلاح بهذه الطريقة التي ذكرنا من قبل، أي بطريقة التعميم والتخصيص. إنما يصدق عليه مفهوم الدلالة مختلف تماما عما يصدق عليه مفهوم المعنى، مختلف عنه من حيث الأصل والمكونات والخصائص والملابسات، ومختلف عنه حتى من حيث الخلفيات الإدراكية، الخلفيات المعرفية التي تنتجه. فكان لابد إذن أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في كل تنظير وفي كل ممارسة، مع مراعاة طبعا ما ينبغي اعتباره بينهما من تعلق وتتابع وتوارد. لا يمكن أن نتحدث عن المعنى إلا ونجد معه الدلالة، حيث تكون المعاني تكون الدلالات، ولكن المشكل هو أنهما متداخلان. نحن الآن منهجيا أو من منظور علمي نحاول الفصل بينهما حتى لا نقع في هذا الخلط. قلنا إن الدلالة ليست جنسا والمعنى نوع تحته، ولا هي نوع والمعنى جنس فوقه. إن الدلالة كيان معرفي يباين المعنى، وإن كان معا متواردين متواكبين متلازمين، ويمكن أن نوضح ذلك في هذه الفقرة اللاحقة. إذن في تصوري أو بحكم تخصصي تختلف الدلالة عن المعنى اختلاف الواحد عن المتعدد، واختلاف الثابت عن المتحول. هنا لاحظوا ثنائية الواحد والمتعدد والثابت والمتحول. إذا الدلالة تختلف عن المعنى هذا الاختلاف، كما يختلف الواحد عن المتعدد وكما يختلف الثابت عن المتحول. إن الدلالة واحدة، هذا ما أجزم به وأريد أن أناقشه أو أسعى إلى تثبيته، لأنها عينها ما تم تقريره بالوضع. إن الدلالة واحدة لأنها هي وبالضبط ما تم تقريره بالوضع، بغض النظر عن ملابسات التدليل المواضعة وليس الاستعمال، وهي ثابتة لثبوت النسق المتوسل به في التدليل بغض النظر عن تنويعات التدليل. إذن الدلالة ثابتة ما ثبتت في اللغة، الدلالة ثابتة ما ثبت النسق، ما ثبت المعجم. طبعا المعاجم متغيرة واللغات متغيرة، ولكن نحن نتحدث عن ثبوت الدلالة لثبوت النسق المتوسل به لثبوت اللغة. أما المعنى فمتعدد لتعدد الإزراء وتعدد الفاعلين في التدليل، ومتحول بموجب هذا التعدد وتبعا لتقلب أحوال التدليل. الدلالة واحدة لأنها مرتبطة بالنسق والنسق واحد، والمعنى متعدد لأنه ارتبط بالذوات الفاعلة، ارتبط بسيرورة التدليل، وارتبط بتقلبات الأحوال التي يمكن أن يصادفها فعل التدليل. لذلك قلنا متعدد ومتغير. يمكن أن تكون الدلالة واحدة وثابتة، يمكن أن تكون الدلالة واحدة وثابتة إذا كانت هي عينها ما يفهم بموجب ما تقرر بالوضع. نحن نقول الكلام على ظاهره، أي هي عينها ما يفهم من العبارة حيث تستعمل للتدليل على ما وضعت له في أصل الوضع، وبغض النظر عن كل المؤثرات الأخرى الممكنة. حينها كل من يقر بالوضع أو ينتمي إلى جماعة المتواضعة لسان ما
فيقر بوحدة الدلالة وثباتها. بهذا الشرط فقط يمكن أن تكون الدلالة واحدة وثابتة. طردوا معي. ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن هذه الشروط ليست إلا شروط نظرية، لا يمكن أن تكون عملية، لا يمكن تحقيقها، هي يمكن تمثلها فقط ولكن لا يمكن تحقيقها مطلقا. لماذا؟ إذا قلنا هذا، من ذا الذي يستطيع لأجل الفهم كي نفهم في حدث ما، حدث تواصل ما، من ذا الذي يستطيع التجرب من كل المؤثرات الممكنة معولا فقط على ما تسمح به المواضعة والمواضعة فقط؟ نحن إذا فهمنا لا نفهم بناء على أننا ما نعرف فقط اللغة، بل نحن نعرف أكثر من ذلك. إذن الفهم لا يرتبط فقط بماذا؟ باللغة، بل يرتبط بكل الأنساق التي تحف باللغة. وحتى إذا افترضنا إمكانية التجرد، فهل نحن متساوون في تمثلنا للوضع؟ وهل يمكن لتمثلاتنا عنه أن تكون متطابقة؟ طبعا لا يمكن أن يكون هناك تطابق حتى في معرفتنا للغة. نحن نعرف فقط ما نستطيع، لا نعرف مطلق لا نحقق مطلق المعرفة باللغة التي نعتقد أننا نعرفها، ولتكن اللغة العربية مثلا. نحن نعرف منها من معجمها ما نستطيع وليس ما ينبغي أن يكون. إذن لقد وجب التمييز كما هو معلوم بين ما هو ثابت لذاته وبين ما تم تثبيته ليبدو كالثابت وما هو بثابت. لاحظوا أنا أميز هنا بين أمرين، بين ما هو ثابت لذاته وبين ما تم تثبيته ليبدو كالثابت وما هو بثابت. وأكيد أنه لا ثبات لنسق وضعي إلا على سبيل التثبيت. إذا تعلق الأمر بالأنساق الوضعية فهي ليست ثابتة، هي قلنا هي وضعية ليست طبيعية كي تكون ثابتة. نحن من وضعها؟ إذن ما دامت وضعية فهي إنها ليست ثابتة لذاتها بل تم تثبيتها، بمعنى إن الأنساق الوضعية متغير متجدد وأن ثباته مجرد حالة عرضية سرعان ما تزول. الدليل على ذلك وتطور الألسن وتطور الأنساق، ليست ثباتها يكون آنيا وقتيا مرتبطا بشروط معينة، ليس ثابتا بالمطلق. ذلك لأن المواضعة الثقافية ليست فعلا تاما يحصل وينقطع، ولا هي اتفاقية بسيطة مختومة بتوقيعات مقيدة بزمن معين ومكان محدد. نحن لا نفعل ذلك في اللغة، نحن نتحدث عن مواضعة لغوية، ولكن هل تمت المواضعة بهذه الطريقة؟ هل انتهت؟ إذن ما زالت في استمرار. إذن ما الذي ثبت؟ نحن فقط نعمل على تثبيت ما وصلنا إليه لنطمئن إليه. أما السيرورة، حتى المواضعة بدأت لكي لا تتوقف ولن تتوقف. إن المواضعة المقصودة هنا عبارة عن سيرورة للإنتاج الثقافي، سيرورة مستغرقة في الزمن يمكن أن تتوقف قلت إلى حين، ولكنها لا تتوقف إلى الأبد. هذا حالنا مع أنساقنا الوضعية بصفة عامة وعلى رأسها الأنساق اللغوي. إذن تتوقف سيرورة الإنتاج هذه إذن لترسم أو لترسيم أو تقرير الثوابت الثقافية. وإذا كان توقفها هنا مرهون دوما بما يبرره من انتماء أو بما يعززه من سلط، فإن كل من أو كل ما يتقرر أو يرسم عنه من ثوابت يبقى مهددا دوما بما يقوض الانتماء وبما يكسر السلط، التكسير الحاصل مع كل الأنساب. نحن حتى اللغة نعمل على تكسيرها، وتكسيرها المعهود والمشهود والمعروف للجميع الظاهرة المجازية. حاجتنا إلى هي ماذا؟ نحن نعلم أن هناك مواضعات، ولكن لماذا هذه التكسيرات؟ هذا حال الأنساق الطبيعية، عفوا الأنساق الوضعية، هذا حالها متجددة قابلة للتكريس ما دمنا نريد أن نحافظ على الانتماء، وقابلة للتكسير ما دمنا لا نستطيع الحفاظ على هذا الانتماء لغرض ما. إذن ذلك حال الوضع والمواضعة، ويترتب عنه أن النسق الوضعي ليس ثابتا ثبوت المادية والطبيعيات، إنما هو مجرد تثبيت ثقافي مؤقت أملته الظروف الاجتماعية طارئة. وإذا كانت الدلالة متعلقا وضعيا فإنها لا تؤخذ إلا بهذا الاعتبار،
حيث يكون أصلها أي أصل الدلالة التحول وحالها الثبات الطارئ بموجب الوضع، وأما المعنى بما هو متعلق إجرائي ليس وضعي، متعلق إجرائي إذن استعمالي، فأصله التعدد وحاله الثبات الطارئ بموجب الفهم. أجيبها أعيد هذا الفكرة. إن الدلالة أصلها هو ماذا؟ أصلها التحول. لماذا؟ لأنها تنتمي إلى نطاق وضعي. وحالها وماذا؟ حالها الثبات الطارئ بموجب الوضع، أي ثابتة لأنها بموجب الوضع. وأما المعنى بما هو متعلق إجرائي ليس وضعي، فإن أصله هو التعدد وحاله الثبات الطارئ بموجب الفهم. نثبته فقط، نقول لنكتفي في سيرة التدليل ونقول لقد فهمنا. أنا أذهب هنا إلى أن أقول إن الفهم إنما هو تصريف عجز. لما نقول لقد فهمنا، نحن أوقفنا سيرورة التدليل عند حد بعينه، هذا ما نستطيع أن نفعله، فنقول لقد فهمنا. الفهم إجابة مؤقتة عن حالة مستمرة، هي السعي نحو حقيقة لا يمكن إدراكها. إذن إننا لأجل الفهم لا نعول على متعلقات النسق والمواضعة فحسب، بل نتجاوز ذلك وبالضرورة إلى متعلقات الإجراء والسياق. إن الفهم لا يكتمل عندنا إلا بتضافر النسقي مع الإجرائي، أي بتضافر المعطيات الوضعية مع المؤثرات السياقية، باعتبار الأولى منطلقات تدليلية والثانية موجهات استدلالية. لدينا منطلقات ولدينا موجهات، أما الخواتم فستبقى لما نقترب إليها نجد بأنها قد ابتعدت، ولكن نحن يمكن أن نكتفي بما وصلنا إليه في سياقنا ذلك على الأقل. إن الدلالة بما هي معطى وضعي قلنا ستمثل البداية المفترضة أو المنطلق الأولي والضروري لكل سيرورة تدليلية استدلالية، وستكون المعاني هي المآلات الممكنة التي يمكن أن تؤول إليها هذه السيرورة بالنظر إلى المؤثرات السياقية. قلنا المعاني مآلات ممكنة، ليست حتمية، ليس من الضروري أن نصل إلى هذا المعنى وهذا المعنى بالضبط. لذلك قلت هي مآلات ممكنة، لأن ما يمكن أن تصل إليه أنت في سيرورة تدليلية ما لا يمكن أن أصل إليه، قد لا أصل إليه أنا في السيرورة نفسها، السيرورة التدليلية نفسها التي اعتمدنا. هذه حقيقة فقط نحن نكتشفها بطريقة ونبرزها بطريقة سيميلسانية. لمجرد ما يلقى الخطاب للتداول سيكف عن كونه وحدات دلالية أو مداخل معجمية معزولة ومستقلة. لمجرد ما يلقى للتداول، لمجرد ما نستعمل عبارات معينة، فإنها ستكف عن كونها وحدات معجمية، ستكف عن كونها معطيات لغوية صرف. إن الخطاب بمجرد ما يلقى للتداول سيصير موضوعا لتعدد القراءات وتعدد الفهم واختلافه، وربما يصير مدعاة لسوء التفاهم. الخطابات ليست دائما للإفهام، وليست دائما نتيجة الحتمية هي الفهم، بل هي تلقى فقط، تلقى تقدم بدايات أو منطلقات لسيرورات قد لا تنتهي. يمكن أن تنتهي بالفهم، ولكن ليس من المفروض أن تنتهي إليه، يمكن أن تنتهي إلى سوء تفاهم. وكثير من خطاباتنا جرتنا إلى سوء التفاهم، وكثير ما قدمنا أنفسنا على أننا على أنه قد أسيء فهمنا. ماذا؟ لأن الخطابات تحتمل ذلك، وهي دائما حمالة لذلك، قابلة لذلك. إننا في علاقتنا بخطاب ما كيفما يكون يمكن أن نتفق على فهم واحد، هذا وارد، وذلك فقط بتعطيل إمكانيات التفرد وتجاهل مبررات الاختلاف. إذا اتفقنا أو إذا صادف أن فهمنا الفهم عينه من خطاب واحد، فهذا لا يعني أننا لسنا، فهذا فقط يعني أننا عطلنا مبررات الاختلاف، لأننا المتعدد، أنا لست الأنت، نحن اثنان على الأقل، إذا معنيان على الأقل، ولكن إذا بدا أن الأمر واحد فذلك فقط لأننا أجلنا أو عطلنا
مبررات اختلافنا، أصح أجلنا اختلافنا. إن هذا لا يحصل قدس إلا لسبب نسقي. لماذا نؤجل اختلافنا؟ لأنه لا يحصل إلا بحكم التزامنا المسبق بنسق من الأنساق. مثلا الذي يمنعنا انتماؤنا الحزبي، انتماؤنا الثقافي، انتماؤنا المعرفي، تخصصنا، كل هذا هو الذي يضمن أن نصل إلى المعنى نفسه أو إلى الفهم نفسه. إذن إن الأصل في التدليل أن تتهاطل المعاني على العبارة الواحدة من غير انقطاع إلى أن يمنعها عنها مانع. ولكن ما هو المانع؟ أكيد أن المانع هنا لن يكون إلا التزاما مسبق بنسق من الأنساق. وأكيد أن مثل هذا الالتزام هو ما يؤجل الاختلاف ويفضي إلى التفاهم بشكل عام. إذا طرحنا هذا السؤال لماذا نتفاهم؟ فقط لأننا بيننا معارف مشتركة تحقق انتماء مشتركا أو انخراطا معرفيا موحدا. يمكن أن نميز في هذا الالتزام المسبق بين التزامين، التزامات المسبق. أولهما التزام بالنسق المتوسل به، التزامات الوضعية كالالتزام، ثم الالتزام خارج هذا، خارج هذا، ومثلا الالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات وكل الخلفيات المعرفية التي يمكن أن تؤطرنا داخل انتماء من الانتماءات الاجتماعية. طبعا إننا بصدد التدليل والاستدلال نراعي الالتزامين معا من أجل التفاهم، ولعل المضطرد فيما حصل به التفاهم مردود لا إلى الالتزام الأول، لا لأننا نعرف اللغة، بل إلى الالتزام الثاني، إلى أننا نعرف العادات والتقاليد والمعتقدات وكل الأنساق المواكبة التي يمكن أن تؤطر اللغة نفسها. قد يحدث أن يتطابق في الفهم مقتضى الالتزام الأولي الذي هو الدلالة بمقتضى الالتزام الثاني الذي هو المعنى. إذن التزامنا الأول التزام الوضعي يوصلنا إلى الدلالة، والتزامنا الثاني يوصلنا إلى المعنى. إذن لا بد من أن يكون هناك التزام. إذن المواضعة اللغوية حاصلها المعنى، معرفتنا، والمعرفتنا بالمواضعة اللغوية تضمن لنا وقوفنا على المعنى، ولكن الذي يضمن وقوف، عفوا، تضمن لنا وقوفنا على الدلالة، لكن الذي يضمن لنا وقوفنا على المعنى هو معرفتنا بالمواضعات الأخرى المواكبة للمواضعة اللغوية، قلنا هي العادات والتقاليد وكل أنظمة الاجتماعية. يمكن أن نحقق التفاهم بالرغم من مخالفة حاصل الفهم للدلالة أو لمقتضى الالتزام الأول الذي هو المواضعة، وهذا يعني أن الالتزام قد تجاوز النسق المتوسل به للأنساق المواكبة، كأن يتفق المسلمون مثلا على فهم واحد ليس بمقتضى النص وإنما بمقتضى الشرع، أي ليس لأن النص يعنيه بظاهر الوضع وإنما لأن النص يستوجبه بمقتضاه الشرعي. وأمثلة هذا كثيرة ومتعددة. نتجاوز النصوص، نتجاوز ما بين يدي الخطابات إلى ما خلفها. وأنتم تقولون وتستهلكون هذه العبارة خلف ما فوق الخطاب أو خارج النص. تبقى الدلالة واحدة وثابتة بموجب الوضع، كامنة في الخطاب بما هو وحدات تركيبية دلالية معجمية. ما في الخطاب دلالات، مهما تعدد عليه التداول ستبقى فيه هذه الدلالات، ومهما تقلبت عليه أحوال التداول ستبقى فيه هذه الدلالات. ولكن الذي يفهم من الخطاب ليس واحد ولا ثابت. ما في الخطاب واحد وثابت، ولكن الذي نفهم من الخطاب لا واحد ولا ثابت، إنما هو متعلق تداولي، معنى ليس متعلق خطابي، إنما هو متعلق تخاطبي، مشروط بتعدد الاستعمال وتقلب الأحوال. إن جملة واحدة بدلالاتها الوضعية المعهودة والمحفوظة في الذاكرة المعجمية الجماعية تبقى ممكنة التحقق وذات قابلة للاستعمال والتداول. ميز هنا معي بين جملتين، جملة ممكنة التحقق وجملة محققة بالفعل. الجملة ممكنة التحقق لم تستعمل بعد فيها الدلالات، ولكن لمجرد ما استعملت حفت بها ملابسات فيها دلالات كاملة، منطلقات لمعاني ممكنة. وبهذا الاعتبار يمكن للجملة الواحدة أن تتحقق مرات متعددة
ومن طرف متكلمين متعددين، حتى يمكن أن تكون من طرف المتكلم الواحد، ولكن في كل مرة يحقق فيها جملة يحقق جملة يحقق ملفوظا جديدا، ومع كل استعمال تتعدد المعاني وتبقى الدلالة واحدة. عفوا. معذرة. تصير قلنا تصير الجملة ملفوظا إذا تحققت، ومع كل تحقق نكون أمام ملفوظ جديد بمعاني متعددة، ولكن ما كان في المعنى ما كان في الجملة من دلالة سيبقى مواكبا وسيبقى حاضرا في كل استعمال. هنا ينبغي أن نميز قلت بين هذه الجمل وبين ما فيها. الجملة قبل الاستعمال فيها دلالات، ولكن إذا استعملت صارت فيها صارت لها معاني، وما وعاد وصارت تلك الدلالات منطلقات فقط لتلك المعاني. إننا في كل تحقيق جديد لجملة ممكنة ننتج ملفوظا قلت جديدا بمعاني ممكنة ومتعددة، ذلك لأننا لا ننتج الملفوظ الواحد إلا مرة واحدة. وعلى هذا الأساس يمكن أن تتعدد الملفوظات لتعدد الاستعمالات، ولكن تبقى الجملة المنطلق واحدة. وعلى هذا الأساس أيضا يمكن أن تتعدد المعاني لتعدد الملفوظات، ولكن تبقى الدلالة الملازمة لجملة الملفوظ واحدة وثابتة. وهكذا، وبهذا الاعتبار يمكن أن نجزم بوحدة الدلالة وثباتها النسقي، وبتعدد المعنى وتحوله الإجرائي، تعدد المعاني وتحول الإجرائي. لاحظوا حتى الآن صرت أقول الدلالة بالمفرد، ولكن المعاني بالجمع، لأن أن تقول المعنى هذا مجاز، عليك أن تقول المعاني لأن المعنى ليس واحد، ولكن أن تقول الدلالات أيضا مجاز، لأن المعنى لأنها لا تؤخذ إلا على المفرد لأنها واحدة. وعلينا فقط أن نذكر بأن الوحدة والثبات هنا ليس بالمعنى المطلق، وإنما فقط بالنظر إلى مواضعة أو تعاقد ما. دائما نحن نعود لأننا لنقول لأننا نتحدث عن ساق وضعية وليس عن ساق طبيعية. ثبات الطبيعي ليس هو ثبات الثقافي، ووحدة الطبيعي ليست هي وحدة الثقافي. ونحن نذكر دائما بأننا نتحدث عن ما تم توحيده وليس بواحد، أو ما تم تثبيته وليس بثابت. لماذا؟ لأننا نتحدث في دائرة الثقافي وليس في دائرة الطبيعي. هذا موضوعنا. لن تختلف الدلالة عن المعنى أيضا اختلاف النموذج الموضوعي عن الحالة الذاتية. حدثتكم عن اختلاف الواحد والمتعدد والثابت والمتغير، الآن عن الموضوع والذاتي. ذلك تبعا لموضوعية النسق وذاتية الإجراء. النسق أيضا النسق موضوعي لأنه ملك جماعي، ولكن الإجراء ذاتي، أنا من يفعل، أنا من يمارس. إذن ممارستي أو فعلي مرتبط بي ومرتبطة بذاتي بأهوائي ورغباتي وميولي. أما النسق هذا موضوعي لأنه لنا جميعا، حتى لدينا اللسان العربي لكل العرب موضوعي، ولكن الإنتاج به أو التوسل به ذاتي. لماذا نتوسل به؟ لتلبية حاجات خاصة، حاجات ذاتية. لن تقوم مواضعة عموما على تجريد النماذج وتثبيت هذه التخاذي معايير ومراجع سابقة تضمن سلامة التبديل وتؤكد مصداقية. وهذا ما حصل مع اللغة، ما يحصل مع اللغة بشكل عام في على مستواها اللساني أو على مستواها المعجمي والدلالي والتركيبي، ولكن على مستوى التداولي ينضاف الذاتي. لتؤدي هذه النماذج التي هي الألسن أو دورها المعياري ينبغي أن تكون موضوعية ومستقلة. أنا أعرف بأنك تتحدث مع اللغة العربية لأنني أعرفها بمعرفة موضوعية، ولكن لماذا تحدثني بهذه الطريقة، أو لماذا تحدثني أصلا، أو لماذا لم تسكت أصلا؟ فهذا هنا يدخل الذاتي. إذن يمكن أن نختلف حول ما يراد أو يقصد بخطاب ما، لأن هذا مرتبط بذوات وما لها من ميول قلت وأهواء ورغبات، ولكننا لا نختلف حول ما تقرر في معجمي أو في المعجم العربي لمفردة من مفردات خطاب ما، ولا حول ما يقوله الخطاب في حرفيته النسقية،
لأن هذا مرتبط بالخطاب، أي بموضوع الإدراك أكثر من ارتباطه بالذات المدركة. إذا ارتبط بالموضوع وليس ارتبط به، هذا يمكن أن نشهده بالتجربة بالتجربة الحسية المباشرة. كلنا يدرك ما في الخطاب على ظاهره، ولكن لا، ولكن إذا انطلقنا إلى تأويله وقراءاته فهنا تظهر إسقاطاتنا، أي تظهر معانينا، يظهر الذاتي. علينا أن ننبه هنا إلى أن استقلال موضوعات الإدراك عن الذات المدركة لن يكون تاماً أو مطلقاً حتى إذا تعلق الأمر بموضوعات طبيعية ومادية. هذا موضوع آخر، مسألة الموضوعية. الموضوعية هذه ليست لها حد مطلق، إنما أيضاً هي نسبية، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن موضوعية مطلقة. فقط إلى أكثر ما نميل إلى الموضوع أن نميل إلى الذات. إذا غلب منا إلى الموضوع قلنا نحن موضوعيين، وإذا غلب منا إلى الذات قلنا نحن ذاتيين. ولكن أن تكون هناك موضوعية مطلقة فهذا مستحيل حتى في العلوم الطبيعية. إن الموضوعية في العلوم الإنسانية كما شعار فقط لتقريب الطبيعة من لتقريب الثقافة من الطبيعة. قيل بالموضوعية في العلوم الطبيعية وتم قبول ذلك، لأن الموضوعات كانت مستقلة، كانت المادة هي الموضوع والذات المدركة هي الإنسان. ولكن لما صار الموضوع هو الذات المدركة، ماذا نقول؟ نحن فقط نستورد هذه العبارة، نستورد هذا المفهوم، مفهوم الموضوعية في العلوم الإنسانية فقط لنقرب الثقافة من الطبيعة. لا يمكن أن تكون هي، لا يمكن أن تكون الطبيعة هي الثقافة، فقط نحن نريد أن نقربها منها. تقريب الثقافة بما هي تجريدات ذاتية معممة، لأننا نعلم بأن الثقافة تجريدات ذاتية، ليست موضوعية، ليست أشياء طبيعية، إنما الثقافة في أذهاننا وليست في الواقع. حتى أنساقنا الرمزية كلها، كل ما نقوله، كل ما نتواصل به في أذهاننا وليس في الواقع. لا شيء من عوالم الرمزية في العالم الواقعي. كل ما يضمن تفاعلنا الاجتماعي إذا تعلق الأمر بالكائن الواعي فإنه مرتبط بالذهن ولا يرتبط بالواقع. لهذا نقول إنها كائنات رمزية، كائنات ثقافية وليست كائنات موضوعية. وفيها لغاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وحتى حدودنا الجغرافية، هي كيانات ثقافية. إذن نحن قلت بهذا المفهوم نقترب من نقرب الثقافة من الطبيعة. وسأسير بكم أيضا إلى كيف نجد الموضوع والذات في علاقتنا بالمعاني، وهل يمكن أن نحصل على شيء يسمى الدلالة. إن الموضوع هي شعار لتدبير الاختلاف، إنها دعوة إلى اعتماد الحس المشترك والحكم الجماعي الموحد والموحد من أجل إحكام ذات مصداقية. فقط نحن نسعى إلى هذه المصداقية المزعومة والمهومة. ولقد كان ذلك يسيرا في العلاقة مع الموضوعات الطبيعية، وصار ممكنا أيضا حتى في العلاقة مع الموضوعات الثقافية، وذلك فقط بموجب النمذجة والتنميط والتعميم والتثبيت. تذكروا، ليس بموجب قوانين صارمة طبيعية، إنما هي بموجب قوانين ثقافية، قوانين النمذجة والتنميط والتعميم والتثبيت. وليست أنساقنا الثقافية إلا ماذا؟ إلا تنميطات ونماذج وتعميمات وتثبيتات وليست ثوابت. والدليل على ذلك أنها في تغير وتبدل دائم. إن الثقافة موضوع تعدد واختلاف دائم، ولكن المواضعة تؤجله. لاحظوا، إن الثقافة موضوع تعدد واختلاف دائم، ولكن المواضعة تؤجله. تؤجل ماذا؟ تؤجل هذا الاختلاف والتعدد. وإنها موضوع تحول وتطور دائم، ثقافة، ولكن التنميط يثبته. إن الثقافة مجرد تجريدات ذاتية، ولكن التعميم يجعلها نماذج معيارية. في البداية ماذا تكون؟ تكون الفكرة تلقى للتداول، ثم تتكرر، ثم تصبح قانون، وربما قلت صارت قوانين إجبارية قد لا تترك مجالا للاختلاف. الثقافة نحن من وضعها. العادات، انظروا في العادات، بعض العادات والتقاليد التي لا نستطيع تجاوزها، إنما هي في البداية كانت مجرد تجريدات إسقاطية لا علاقة لها بإكراه، ولكن صارت إكراها. إذن ينبغي أن نميز هنا بين الواحد والمتعدد والمتعدد الذي تم توحيده. هنا ثلاثة: الواحد والمتعدد، والمتعدد الذي صار كالواحد أي تم توحيده وليس بواحد.
وحاله أحكامنا وعاداتنا وتقاليدنا وأنماطنا بشكل عام، ومنه لغتنا ومنه الدلالة التي سنصل إليها. ينبغي أن نميز أيضا بين ثلاث آخر: الثابت والمتحول والمتحول الذي تم تثبيته. وكل إذا الثابت يمكن أن نتحدث عن شيء طبيعي، والمتحول كل 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 ما في سيرورة، والذي تم تثبيته أنساقنا الثقافية، عملنا على جعلها كالأنساق الطبيعية. مثلا القوانين التي قوانيننا الوضعية الآن يمكن تغييرها على باستمرار، ولكن نحن ملتزمون بها الآن لأنه تم تثبيتها إلى أن يأتي الحين لتعديلها أو تجديدها. وكذلك أنساقنا الطبيعية قلت كلها إذا ليست الأنساق الوضعية بهذا التمييز الثلاثي إلا نوعا مما تم توحيده أو تثبيته، ليست واحدا وإنما موحد، ليست ثابتا وإنما مثبت. ولكن من أجل بناء حجة أو سند المرجعين يمكن الاعتماد عليه أو الاحتكام إليه، نحن لا نستطيع أن ننكر كل أنساقنا بهذا الاعتبار، بل نحن نلتزم بها. هذه ليست دعوة للثورة على كل الأنساق، بل فقط لمعرفتها على حقيقتها. أنساقنا هي هكذا، ولكن انتماءتنا إذا كنا نريد أن نحافظ على انتمائنا فينبغي أن نكون خاضعين في كل انتماء خضوع. وأول انتماء الانتماء اللغوي، نحن لا نتحدث، لا نستطيع أن نقول غير ما تسمح به اللغة، أنا نستطيع أن نتحدث أن نقول غير ما تسمح به اللغة العربية إذا كنا سنتحدث اللغة العربية. هذا نوع من ماذا؟ نوع من الخضوع. ولعل بهذا يتسنى النظر بموضوعية في موضوعات التبديل، بشرط أن لا يعتبر في النظر إلا ما تقضي به الأنساق التواصلية باعتبارها أنساق وضعية. إن الموضوعية في التبديل والاستدلال، الآن ننتقل إلى التبديل والاستدلال إلى موضوعنا المركزي، تعني عزل الموضوع في ذاته لذاته. هذا فعله لسانيون في أول الأمر، ولكن سرعان ما اصطدم هذا التصور بالجدار، وتخليص الموضوع من كل المؤثرات الخارجية، سواء ما تعلق منها بالذوات المتفاعلة والتقلباتها، وما تعلق منها بحيثيات الزمان والمكان والملابسات والثقافة والمجتمع، وكل هذه عوامل سياقية خارجية. لسانيون في أول الأمر لما اشتغلوا على الموضوع وحاولوا أن يجعله موضوعا علميا، تخلصوا من كل هذا، تخلصوا من الكلام، اشتغلوا فقط باللسان. أي جردوا اللغة من كل حمولتها الثقافية وجعلها مجرد قوالب جاهزة، قوالب فارغة، مقولات مجردة يمكن دراستها كما تدرس الفيزياء موضوعاتها. قلت هذه فكرة ظهرت ولكن سرعان ما تم رفضها. إن الموضوعية في التدليل والاستدلال تقتضي التركيز على مقتضيات النسق فحسب، بغض النظر عن مقتضيات الإجراء. وعليه فإن نظرة الموضوعية إلى خطاب ما عليها أن تكتفي فقط بما يدل عليه الخطاب، بغض النظر عن ما يمكن للخطاب أن يعنيه. لاحظوا هنا قلت ماذا؟ أمرين. إذا أردت أن تكون موضوعيا ستكتفي فقط بما يقوله الخطاب، ستكتفي فقط بالوقوف على الدلالات، ولكن حاصل الفهم ليس دلالات إنما هو معاني. أين هي الموضوعية إذن؟ نحتاج إلى شيء من الذات، أو لا بد أن تكون هناك أمر ذاتي كي نقول لقد فهمنا. الدليل على ذلك يكون الخطاب هو واحد يفهم شيئا والآخر يفهم غيره، وغيرهما قد لا يفهم شيئا. هذا ارتبط، لو كان في الخطاب ما يضمن الفهم لفهمنا الفهم نفسه، ولما وجد هناك من يستطيع أن يقول ما فهمت. إذن المسألة ليست مرتبطة بالنص ولا مرتبطة بالخطاب، إنما مرتبطة بالذات المدركة لهذا النص ولهذا الخطاب. نعم دكتور، يعني نعم. الوقت ممكن دقيقتان وينتهي الموضوع؟ نعم، ما بقي كثير. دقيقتان؟ ما بقي كثير، فقط إذا أعطيتني خمس دقائق تكون كريما. خمس دقائق فقط. تفضل. أنا ألتمس من كرمك وجودك خمس دقائق فقط. تفضل دكتور، تفضل. إذن إنما يعني الخطاب متعدد بتعدد القراء، مختلف حوله لأسباب ذاتية ولا يدرك بعزل الخطاب، إنما هو إسقاطات ذاتية تصدر عن انفعالات شخصية موجهة بما يعرفه القراء من قبل، فضلا عما يعرض الخطاب للتو. إن المعنى
وإن كان الخطاب هو ما ينم أو يحيل عليه فإنه ليس وحده الذي يوصل إليه. فمن أجل المعنى لا بد من التوسل فضلاً عما يعرضه الخطاب بكل ما سبق أن عرفناه بموجب تجاربنا الذاتية على ما في هذه التجارب من التفرد والتعدد والخصوصية. أما الدلالة بما عرفناه عن وحدتها الوضعية وثباتها النسقي فإن أمرها مقصور على ما يعرضه الخطاب مدرك لكل من يعرف النسق ويعرف الخطاب. إن الدلالة لا تتطلب في تحصيلها أكثر من هذه المعرفة، يكفي فقط أن تشارك في معرفة النسق لتدرك ما يسنن أو ما يعرض بهذا النسق. إننا لا نختلف حول ما يدل عليه الخطاب لأنه لا يتجاوزه باعتباره موضوعاً للإدراك المشترك، لكننا نختلف حول ما يعنيه الخطاب لأن الذي يعنيه يتجاوز حدود الإدراك الموضوعي المشترك. ما نخرج به من خطاب لأجل فهمه إذا ليس هو الدلالات، هو المعاني، وهذا هو المختلف حوله. وبهذا الاعتبار باعتبار ما سبق أيضا يمكن أن نجزم بموضوعية الدلالة واستقلالها النسقي وبذاتية المعاني وتعلقها السياقي. قلنا أن الدلالة واحدة والمعاني متعددة. إذا أردنا أن نجمل بناء على ما تسنى لنا عرضه في هذه الكلمة إلى الآن يمكن اختصار الظاهرة الإنسانية بما هي ظاهرة ثقافية في ثنائية عامة مركزية هي ثنائية النسق الوضعي والإجراء المؤسساتي. ما يمكن أن نثبت أن هناك علاقة جدلية بين الإجراء بما هو سلوك في ضوء قاعدة سابقة وبين النسق الوضعي بما هو مجموعة قواعد تقررت عن سلوكات سابقة. أيضاً إن الأنساق الوضعية ثوابت أو تثبيتات ثقافية وإن السلوك الثقافي تكريس لها ما دامت مجدية وكافية ويصير تكسيراً لها إذا صارت غير مجدية وغير كافية. يترتب على هذا التمييز بين النسق والإجراء تمييز متعلقات النسق عن متعلقات الإجراء، وبه وجب التمييز بين الدلالة والمعنى كالتالي: إن الدلالة معطى نسقي والمعنى حاصل إجرائي. إن الدلالة معطى موضوعي والمعنى أثر ذاتي. إن الدلالة واحدة والمعاني متعددة. إن الدلالة ثابتة والمعاني متجددة. إن الدلالة نموذج سابق معهود، وأما المعنى فمجرد حالة سياقية طارئة. في ختام هذه الكلمة لا بد أن أذكر بأنني كنت أتحدث من خلفية معرفية سيميولسانية، يساق تذكير هذا على سبيل الاحتراز من الوقوع في أي خلط منهجي، وكأنني بهذا أشير لأن هناك من يذهب إلى خلاف ما ذهبت إليه أقله على الأقل مستوى المفهومي، فما بالك على المستوى المنهجي. شكرا لكم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتظروا أن نغني هذا بنقاشكم، أنتظروا أن أستفيد منكم. شكرا 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 جزيلا للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيل علوي لمحاضرته الرائعة والقيمة والمكتنزة علما وفكرا ومعرفة، وقد تحدث فيها عن ثنائية الدلالة والمعنى، وكيف يعني أنا أزعم أنه قدم رؤية مميزة تستحق الاهتمام والإفادة منها. نأمل من الحضور المشاركة وإبداء الملحوظات والأسئلة إن توافرت. أجدد تقديم وافر شكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي على المحاضرة القيمة. الآن نستمع من لديه سؤال أو استفسار أو ملحوظة أو إضافة في ذلك. دكتور اسمح لي بسؤال من عندي أنا. نعم تفضل. الله يحفظكم. ما رؤية الباحثين الآخرين المعاصرين لك الآن في التخصص نفسه في السيميولسانيات أو في الدلالة والمعنى؟ هل
يؤيدون رؤيتك لهذه الرؤية. أنا يعني أزعم أنها رؤية جديدة، لكنها تحتاج إلى كثير من الوقوف والتثبت من هذه التمييزات. بمعنى آخر، يعني اسمح لي بهذه الكلمة، هل في هذه التمييزات نوع من التكلف، أم أنها تجدها لا، هي هذه تمييزات واضحة ولا تحتاج إلى أي تكلف، بحيث أن الأدلة والشواهد واضحة على هذه التمييزات. يعني في الحقيقة لم نجد مثالا للتمييز بين الدلالة والمعنى بالرؤية التي قدمتها أنت حضرتك. تفضل دكتور. نعم، شكرا دكتور على هذه الملاحظة. هي إن قوام النظرية بصفة عامة كيفما كانت، أو قوام العلم والتخصص وحداته المفهومية والمصطلحية، ونحن في اللسانيات فريقان من البداية، منذ أن ظهرت اللسانيات في بداية الأمر ألقت كل ما يتعلق بالمعنى، أهملوه إهمالاً. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لا ينسجم وتصور نظري دراسة اللغة بالطريقة العلمية، بالطريقة الفيزيائية، الحساب والأعداد والأوصاف كلها محسومة. بما اشتغلوا؟ اشتغلوا بالوحدات اللغوية المجردة، بالمواضعات المعجمية. ولكن الذي في اللغة، أو اللغة ليست هي كل هذا فقط، اللغة أكثر من ذلك بكثير. وأنت تتفق معي على أن اللغة حمالة ثقافة، حمالة تصور، حمالة رؤية للكون. صحيح. لما نتحدث، لما أخبر، لما أتواصل، فإن كلامي لا يحمل فقط ما تسمح به اللغة العربية، بل في أيضا انتماء الحضاري، انتماء الثقافي، يمكن حتى من خلال ما أقول أن تعرف انتماء الديني أو انتماء الحزبي. هذه ليست معطيات لغوية يا دكتور، هذه ليست معطيات لغوية. إذن قلت الفريقان، فريق يتحدث عن اللغة وفريق يتحدث عن الظاهرة التواصلية، وأنا كنت أحاضر في الجانب الثاني. نحن موضوعنا ليس هو اللغة، وإنما موضوعنا هو الظاهرة التواصلية. لذلك تجدنا قلت أنا أقدم هذا المنظور سيميولساني. إذا تعلق الأمر بالنموذج الأول، فما طرح هذا المشكل لأنهم أهملوه من البداية، ما تحدثوا عن معناه ولم يمثل له موضوعا في النماذج الأولى لظهور لسانيات، حتى لم تعتمد على الدلالة، فقط تحدثت عن القيمة، قيمة العنصر داخل الجملة، وقيمة العنصر داخل البنية. ثم تطور، أضيف المكون الدلالي. لما أضيف المكون الدلالي صار موضوعا، ولكن بعد تطور آخر أضيف المكون التداولي. فما هو موضوع الأول وما هو موضوع الثاني؟ موضوع الأول كان وحدات جملية، كانت اللسانيات لسانية جملة، لسانية جمل. الآن نحن نتحدث اليوم عن لسانية خطاب، ولكن الخطاب ليس جملة. أنا أعطيك مثال، لما نتحدث عن الفاعل والمفعول يمكن أن نأتي بالجملة الشهيرة التي يستعملها النحاة ويستعملها في الأمثلة، ضرب زيد عمر. نحن لا نعرف زيد ولا نعرف عمر، ولكن نعرف أن زيد فاعل وعمر مفعول به، والذي حصل هو فعل الضرب. هذا تحليل سليم، تحليل سليم على مستوى النسقي، على مستوى اللغوي. نعم. ولكن نستطيع أن نقول هذا فقط لنقول بأنه ضربه. لماذا نقول أصلا، أو لماذا تقول لي إن الكلام لا يكون لأجل لا شيء، وإنما لأجل غايات وأهداف محددة؟ تواصل. نعم. قلها، لا أخرج من قاعة الدرس فقل ضرب زيد عمر، سنسألك من زيد ومن عمر ولماذا ضربه، ولماذا تخبرني أنت بهذا الكلام؟ تبدو غير مفهومة. غير مفهومة، ولكن مفهومة على مستوى الدلالي. نقول فعل وفاعل ومفعول، إذا الخرج الدلالي، الخرج اللساني الأول واضح، غير مفهومة المقاصد. إذن لما نتحدث عن المقاصد لا علاقة لها بالدلالات، المقاصد مرتبطة بالمعاني يا دكتور. لهذا الفصل كان فصل إجرائي، فصل منهجي، ينبغي أن نتحدث عن موضوعين مختلفين، عما نبحث عنه ونحن ندلل. إذا كنا نبحث عن دلالة فهذا
لها ادواتها واستراتيجيه تحليليه، ولكن اذا انتقلنا الى المستوى التالي، المستوى السمي اللساني والمستوى التداولي، فموضوعنا مختلف تماما عن الذي يسمى دلاله التجاوز بالمعنى، ربما في هذا السياق. ثم في الاختلاف المفهومي المصطلحي، انا اشرت الى هذا لانه حتى هناك من يقلب الامر يقول بان الدلاله هي المتعدد والمعنى هو الواحد، لكن هنا المفاهيم واضحه، فقط تسميه المفهوم هذا نختلف معه ليس في المفاهيم وليس في الفصل، بل فقط في 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 المصطلحات، صار اليه رولان بارتكاس في نماذجه السيميولوجيه الاولى. جميل جميل. شكرا جزيلا دكتور. الان يتفضل الاستاذ ياسر الرزاق كريم الموسوي، وعذرا اذا كان هو دكتور لا اعرف ان شاء الله. يتفضل الاستاذ ياسر الرزاق كريم الموسوي. الأستاذ ياسر، الأستاذ ياسر موجود؟ طيب ننتقل الآن إلى مشارك آخر، الأستاذة الدكتورة نضال ذاكر، فلتتفضل من قسم الفلسفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. شكرا شكرا جزيلا على هذا الطرح يا دكتور. السؤال اللي احب انه اسال لحضرتك، انه اذا كان ان ميزت انت وفرقت بين الدلاله والمعنى في الخطاب، وانه الدلاله غير المعنى، لان الدلاله لها يعني توجهات اوسع واكثر من المعنى، بس الحقيقه هنا اين راح نجد الحوار، لغه الحوار بين الانا والاخر؟ احنا اذا هنا يعني فرقنا اوجدت هذا التمييز، هنا ما راح تقع فجوه بين المتحاورين في لغه الحوار، لغه المقاربه. انا لا اميل انه تكون لغه الاستعباد او لغه انه الخضوع للقوانين او العادات او التقاليد او الموروث، بقدر ما نحتاج إلى في هذا العصر إلى لغة التحاور. وإذا ميزت حضرتك بين المعنى والدلالة، ألا تجد أن هذا راح يوسع الفجوة بين فجوة التفاهم في لغة الحوار؟ شكرا جزيلا. شكرا شكرا. والله إذا كنت قد فهمت ما أريد، فأنا أسعى إلى الحوار، إلى الاختلاف. أنا أقول والذي أذهب إليه هو أن لا نبقى في حدود الدلالات، الثوابت لا تعنينا، الواحد ليس مهما إذا تعلق بالخطاب، الخطابات حمالة وجوه، هذا الذي أقوله، الخطابات حمالة وجوه إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك، هذا قاله دكتور طه عبد الرحمن، وهو تحدث عن الحوار بالضبط، وهو يتحدث عن هذا. إذن لما نقول بتعدد المعاني فتحنا الباب للاختلاف، ولما نقول بالسيمي لسانيات إن موضوعها الأساسي قلت ليس هو اللغة، إنما هو الظاهرة التواصلية بشكل عام بما فيها من مطلق وبما فيها من حرية، ولكن حتى لا يكون المجال مجالا للتسيب والفوضى، لن نكون احرارا، النص لا يقول شيئا، نحن من يقوله، المعنى ليس في النص، المعنى عندنا، اذا كل له معناه، وهذا مجال للتسيب والفوضى. لا، نقول هذا المنطلق، هذا الذي لا نختلف حوله، النص لا معنى فيه لذاته، وانما المعنى ياتيه من اسقاطاتنا نحن القراء، هذا مجال للاختلاف. ولكن هناك رادع، لا بد أن يكون هناك نسق لنضمن انتماءنا، انتماء ثقافي، انتماء ديني، انتماء الحزبي، انتماء الوطني، لدينا هذه الثوابت، الانتماء اللغوي. أنا أقول لنعترف أولا بأنه من حقنا أن نختلف، هذا مبدأ الحوار، ولكن من حقنا أن نضمن ماذا؟ ما يوحدنا،
أو ما ينتشلنا من المتاهة التي يمكن أن يصل إليها اختلافنا. نحن نقر بالاختلاف ونقر بالتعدد، ولكن ينبغي أن يكون هناك ضامن يضمن لنا اطمئنان إلى انتماء معين. إذن الهدف الموضوع قلت هو الظاهرة التواصلية، والهدف هو تدبير الاختلاف. أنا ما تحدثت عن تنميط مطلق، ما تحدثت عن قيود، ما تحدثت عن شروط أبداً، بل قلت إن جميع ما يمكن أن ينتمي إلى الثقافة إنما هي أنساق وضعية يمكن تكسيرها وقابلة للتكسير على الدوام. شكراً دكتور. شكراً جزيلاً. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور صالح هادي القريشي، أستاذ اللسانيات في قسم اللغة العربية في كلية الآداب. تفضل دكتور. الأستاذ الدكتور صالح هادي القريشي موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الفاضل الدكتور أسامة البكري مدير المنصة على ما تفضل، وأشكر الأخ المحاضر عبد السلام إسماعيل العلوي على ما قدم. مشروعك الذي طرحته يستحق النظر والتأمل، ولكننا بصدد مفهومين للمعنى والدلالة، مفهوم قديم طرحه البلاغيون ومفهوم حديث طرحه علم اللغة اليوم. المفهوم القديم كما تعلم جنابك أن المعنى والمعاني عموما مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي، هذا المفهوم البلاغي، وإنما الشأن في إقامة اللفظ. إقامة اللفظ يعني تخير اللفظ وبناء صور دلالية جديدة. المفهوم الحديث أن المعنى هو شيء ثابت لذلك اقترن بالمعجم، والدلالة هو شيء متطور. لذلك حين نبحث عن معنى كلمة جيد مأخوذة من جاد الشيء يجود، يعني الشيء الحسن، لكن هذا الشيء تطور بمرور الزمن فصارت كلمة جيد تدل على معان أو دلالات بحسب الكلمات الأخرى. حتى أننا اليوم نقول أنترنت جيد، ونحن به نقصد به اليوم يعني أنترنت قوي يؤمن الاتصال، وحين نقول طبيب جيد نقصد طبيب ماهر، وحين نقول طعام جيد هذا كله صار معروفا. أخي الكريم دكتور عبد السلام، هل تعد مشروعك الآن أن المعاني هي المتجددة والدلالات نسق ثابت، هل تعده انقلابا على المفاهيم القديمة، أو تعده تجديدا لها، أو تعده امتدادا لها؟ وشكرا جزيلا. شكراً دكتور صالح. إذن حتى لا نقول يمكن أن نقول امتداد، نحن لا نتخلى عن تراثنا، دائما نعود إليه، تراث بلاغي، تراث أصولي. وحتى لا يمكن نحن نقولها، لا يمكن أن تكون لسانيا، لا يمكن أن تكون لسانيا إذا تعلق الأمر بظاهرة التواصل العربية. دون العودة إلى التراث، عودتنا إلى التراث ليست اختيارية. نحن نعود إلى التراث لأجل، ولكن لا نعود إليه للإقامة فيه، نعود إليه لنأخذ منه ما، أو لنستمد منه ما يمكن تطويره، أو ما يمكن أن نواجه به نظريات الغربية الحديثة. هذه مسألة ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. نحن لسنا دعاة تخلي عن معطيات تراثنا الغنية. تراثنا غني جدا من بلاغة وأصول وتفسير، ولمجرد ما أقول لمجرد ما أختار أن أكون تداوليا أو سيميولسانيا، هذا إقرار صريح بماذا؟ بعودتي إلى التراث. ولكن لما أقول أنا بنيوي، معنى أنني سأتخلى عنه قطعيا، لأنه لا علاقة تربطني به. مفاهيم الآن التي أتحدث عنها، دلالة والمعنى، إذا عدنا إلى تراثنا العربي نجد لها نوع من الفهم، ولكنها ما تم استخراجها بطريقة منهجية لتكون مفاهيم ثابتة.
تجد يتحدث لك عن المفهوم مرة بجملة ومرة بنص ومرة بفقرة ومرة بكلمة. ولكن نحن الآن نحن نتحدث عن نظريات حديثة، ينبغي أن نلتزم بمفاهيم. فإذا كنت متخصصاً وقلت لي دلالة، بمعنى أنك تتحدث عن اللغوي، عن اللغوي فقط، واللغوي فقط أي النسقي الوضعي. إذن إذا كنت متخصصاً محدثاً عن المعنى، معنى أنك تجاوزت المعطى، تجاوزت المعطى إلى الإسقاطات الممكنة. إذن هذا فقط الذي ينبغي العودة إليه. وقلت هذا هو الذي أرهق اللسانيين في البداية، فتخلوا عنه، أهملوه. لماذا؟ لأنه منفلت، منفلت لا يمكن الإمساك به. وأنا أقول لما تحدثت وقلت يمكن أن نقول دلالة، لماذا؟ لأنه يمكن أن نقف عندها ونقول هي ذي الدلالة، بالنظر إلى ماذا؟ لأنني أعرف اللغة العربية وهذا نص عربي، إذن أعود إلى المعجم وأعود إلى القواعد فأستخرج الدلالة. ولكن المعاني محتملة، المعاني ممكنة، المعاني متعددة، المعاني منفلتة. فإذا قلت هذا المعنى سيكون معناي أنا فقط، معناي أنا فقط، في سياقي أنا، في ظروفي أنا، في بمعارفي أنا. المعاني متعددة، كل يفهم بطريقته. ولكن كيف نتفاهم؟ قلت بموجب انتماءات لا علاقة لها باللغة، علاقة لا علاقة بدين أو انتماء أو خلفية معرفية، كيفما كانت هي التي توحدنا وهي التي تجعلنا نتفاهم أو نتفق على معنى ما. واتفاقنا على المعنى أو إن الفهم في الأصل هو تأجيل للاختلاف، تأجيل للاختلاف، وليس الوقوف على المعنى المطلق أو الحقيقة المطلقة التي ينبغي أن تكون. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. الآن يتفضل الدكتور حيدر جبار. الدكتور حيدر جبار، تفضل دكتور. دكتور حيدر مفتوح لك الصوت. دكتور حيدر، يبدو أن الصوت متوقف. نعم، هل هناك من سؤال أو استفسار أو ملحوظة؟ أخوان، أعزائي الكرام، لقد كانت محاضرة فكرية معرفية ثقافية مميزة قدمها لنا الأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيل علوي. و في الحقيقة لابد أن نقدم له كل الشكر والتقدير لهذه المحاضرة وما قدمه لنا من أفكار وآراء. الآن يتفضل السيد عميد كلية الآداب جامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، يقدم الشهادة التقديرية للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي، فليتفضل. تفضل دكتور. شكرا دكتور وسام، وشكرا للدكتور عبد السلام، وشكرا لجميع الأحبة الذين شرفونا بحضور هذه المحاضرة. وفعلا كانت محاضرة مهمة، علمية، مميزة، تحدث بها الدكتور عبد السلام بكل علمية وبكل تميز وبحقيقة يعني بهيمنة وتغطية كاملة للمادة العلمية. نتشرف في كلية الآداب الجامعة المستنصرية بأن نقدم للأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي هذه الشهادة التقديرية الممزوجة بمحبتنا واحترامنا وتقديرنا العالي والكبير لحضوره وقبول هذه الدعوة الكريمة ولهذا اللقاء المبارك العلمي الكريم. وكل الشكر وكل المحبة لكل الأحبة في المغرب ممن حضروا هذه الأمسية وفي الجامعات العربية ومن الجامعات العراقية، كل الحب، كل الاحترام، كل التقدير لهم. أكثر من 80 ضيف حضر اليوم في هذه الجلسة المعرفية العلمية، وهذا إن دل على شيء يدل على القيمة العلمية المعرفية الثقافية الكبيرة لهذه المنصة الدولية. شكري وتقديري واحترامي ومحبتي للجميع، ونأمل أن نلتقي بالأستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي في محاضرات قادمة. نتمنى له المزيد من الخير والمحبة والسلام
والتقدم العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد السلام، إذا كانت لديك كلمة فتفضل. شكرا جزيلا. والله الكلمة التي أقولها هي شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، سمحتوا لي بأن أمارس امتدادي الطبيعي، امتدادي الثقافي في الوطن العربي بهذه الكلمات المتواضعة. إذن ما عسى يقول غير الشكر والامتنان والتقدير. شكرا لكم وللحضور ولكل من تابعنا، تحياتي واحترامي للجميع. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور عبد السلام إسماعيلي علوي، وشكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم لحضوره ولرعايته الكريمة للمنصة. شكرا جزيلا للحضور جميعا. نأمل أن نلتقي وإياكم في محاضرة ثقافية أخرى ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله.